نرحب بضيوفنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا اليوم لحضور هذه الجلسة المتميزة بعنوان الاستثمار في الشباب طريق العبور للمستقبل. معاكم فاطمة الحلامي، رئيس مجلس العين للشباب. بنعرفكم اليوم في جلستنا على قطاع الشباب ودور قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة. اليوم ما شاء الله عندنا نماذج شبابية من مجلس العين للشباب بيعرفونكم على تجاربهم الشخصية في هذا القطاع وآلية عملهم في هذا المجلس وكيف تم صقل مهاراتهم وخبراتهم أثناء تطوعهم في مجال الشباب. عندنا بداية أخويا سيف الكعبي، حياك الله. الله يحييك. طبعاً سيف هو مهندس مياه في شركة العين للتوزيع، خريج هندسة ميكانيكية من جامعة ولاية أريزونا في أمريكا، منتسب لبرنامج إعداد القادة المقدم من كلية لندن للأعمال، وحالياً طالب دراسات عليا في تخصص إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي. ما شاء الله عليك يا سيف، والله يوفقك إن شاء الله في دراسات في دراساتك العليا. ثاني شابة عندنا موجودة هني اللي هي أنا الأولى وأنت الثانية، أختي وضحة الكعبي. طبعاً وضحة تعتبر أصغر عضوة في مجلس العين للشباب ونحن فخورين فيها جداً. يسعدنا وجودك معنا اليوم يا وضحة. أنا سعيدة بعد. وضحة طالبة ترجمة في جامعة الإمارات مع تخصص فرعي في اللغة الألمانية، عضو فعال في نادي الترجمة ونادي اللغة الألمانية، شاركت في العديد من الجوائز مثل جائزة القائد المؤسس وجائزة الأمير سلطان الدولية للترجمة وجائزة صناع المستقبل، وكانت من الثلاثة المرشحين للفوز في فئة الطالب المثابر. ما شاء الله عليك يا وضحة. ننتقل للشاب المتميز واللي غنى عن التعريف، يعني ما شاء الله معروف في السوشيال ميديا وفي كل المواقع. عبد الله الدرعية، مرحبا فيك. حياك الله. عبد الله مدرب ومحاضر في مجال ريادة الأعمال، قدم عدة محاضرات في مختلف المؤتمرات من مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2019 وفي بعض الجهات الحكومية والجامعات مثل جامعة الإمارات وأيضاً في عدد من المؤسسات الخاصة، ويحمل درجة البكالوريوس في التمويل والمصارف من جامعة الإمارات. طبعاً شرفتونا بوجودكم اليوم ومتحمسين أن نبدأ معاكم في أول محور في هذه الجلسة، وإن شاء الله بنفتح باب الأسئلة للحضور قبل اختتام النقاش بإذن الله. طبعاً بنسلط الضوء اليوم في محورنا الأول على دور القيادة في تمكين الشباب وتفعيل دورهم محلياً ودولياً. ففي البداية بنبتدي معاك أخوي سيف، إذا ممكن تخبرنا أكثر كيف كان دور الشيخ زايد في بناء مهارات الشباب وأجيال المستقبل. أول شيء حاب أشكر بيت محمد بن خليفة على دعمهم الدائم للمجلس والقائمين على مهرجان العين للكتاب على دعوتهم اليوم، وكذلك على الحضور الكريم. اختي فاطمة، انت لما يكون عندك على مستوى الدوام مثلا، لما يكون عندك قائد في الدوام يؤمن فيك ويمكنك ويسعى انك انت تكونين موجودة في كل الفرص، انت تحسين بامتنان اتجاه المدير هذا او القائد. ما بالك لما يكون الشخص المؤمن بقدراتك وبإمكانياتك مؤسس الدولة، الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد. الشيخ زايد يعني أتاح كل السبل للشباب، أتاح لهم فرص إن كان تعليمية أو فرص عمل في شتى المجالات. أنا كان عمري يوم توفى الشيخ زايد 9 سنوات، واليوم عمري 27 سنة، ولا زال أشعر بالامتنان المتزايد باتجاه الشيخ زايد الله يرحمه، وأريد أورث الامتنان هذا لعيالي. لازم يعرفون بصمة الشيخ زايد على الشباب
إن كان من ناحية يعني الفرص ومن ناحية التعليم، وحتى اهتمامه بالمرأة. المرأة نص المجتمع، اهتم بالمرأة ومكنها بحيث أن هذا ينعكس على الأجيال الأصغر. اليوم الحمد لله نحن نقطف ثمار رؤية الشيخ زايد الله يرحمه. عندنا اليوم الحمد لله أقوى جواز في العالم، وعندنا مسبار في طريقة إلى المريخ، وهذا أندل يدل على رؤية الشيخ زايد الله يرحمه، وتمكين للشباب اللي قدروا اليوم ينفذون الرؤية هذه على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك إحنا عندنا الشيوخ إلين اليوم يمكنون الشباب في كل الفرص ويشاركونهم حتى في حلقات حوارية مختلفة، منها الحلقة اللي صارت من شهر تقريبا مع وحضرها سمو الشيخ سيف، أعتقد أبو سعيد كنت فيها أنت. نعم صحيح. خبرنا شو خبك شو قال لك الشيخ سيف؟ البداية جزاك الله خير، نشكر بيت محمد بن خليفة على الاستضافة الجميلة، جزاكم الله خير، والنخبة المميزة اللي حاضر عندنا. بالنسبة للدعم الشيوخ الله يحفظهم وطول عمرهم، عندهم اهتمام وتركيز كبير على الشباب وتمكينهم. فمثال اللي ذكره سيف أبو محمد جزاه الله خير، أنه آخر حلقة كانت عندنا ما شاء الله قبل شهر مع اسمه الشيخ سيف بن زايد طول الله عمره، في حلقة شبابية بعنوان المواطنة الإيجابية الرقمية. فالحمد لله كانت الجلسة مثرية جدا، وذكر طويل العمر أن نحن حاليا نعتبر سفراء في أي تفاعل أو كتابة يتم التعامل بها. نحن سفراء لوطننا، سفراء لمجتمعنا، سفراء للأسرة اللي طلعنا أو نشأنا فيها. فأي شيء راح يتم يعني هذا التمثيل راح يكون قبل لا تكون تمثيل لنفسك هو تمثيل لمجتمعك ووطنك وأسرتك. فذكر طويل العمر أن الحلقات الشبابية والتركيز على الشباب له اهتمام كبير من قبل الحكومة، وأحد الأفكار التي تم طرحها من مجالس المحلية تم وفرت على الحكومة بقيمة ما يقارب 6 مليار درهم على الحكومة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يدل على شيء، يدل على تبني الحكومة لهذه الأفكار الشبابية. فالله يطول عمر شيوخنا ويحفظهم. يعطيك العافية أبو سعيد على هذه الإضافة، ومثل ما قلت القائد المؤسس كانت له نظرة استباقية في مختلف المجالات وركز على الشباب منذ قبل قيام الاتحاد حتى. فممكن ننتقل للسؤال الثاني واللي هو يبني على السؤال الأول مع أختي وضحة، إذا ممكن تخبرينا أكثر كيف ولت القيادة اهتمامها بالشباب وراهنت عليهم لتحقيق رؤية الإمارات 2071. نشكر أول شيء نفس ما قلنا بيت محمد بن خليفة على الاستضافة اليوم في مهرجان الكتاب. طبعا نفس ما تعرفون أن لطالما عدنا القيادة أعطت اهتمام كبير لقطاع الشباب في العالم. عدنا اليوم في 2021 أطلقوا رؤية اللي هي رؤية الإمارات 2021، تم إطلاقها عام 2010 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتكون دولة الإمارات عندنا متميزة في جميع المجالات، سواء عندنا على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي، وحتى في جميع الجهات والمجالات الأخرى. نحن عشان اليوم نحقق هذه الرؤية اللي الدولة تبي توصلها، لازم نمكن الشباب، ولازم نستثمر في طاقاتهم والكوادر الكاملة عندنا، ونستغلها بطريقة مميزة، وننفذ التوصيات للقادة في جميع المستويات الحكومية. من هذا المنطلق حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يلبي احتياجات ومتطلبات الشباب، وبذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء سووا منصب لوزير الدولة للشباب، وتم تعيين معالي شمة المزروعي لتكون بذلك وزيرة للشباب في عام 2016. وطبعا نفس ما تعرفون كان عمرها 22 سنة بس، وبذلك تكون أصغر وزيرة في العالم. في 2017 كبرت اليوم يعني واضحة ولا أكبر شوية بسنة. في عام 2017 طبعا الدولة ما وقفت عند هالحد، قالت لا أنا لازم أدعم ولازم أسوي أشياء أكثر للشباب ومنظومتهم. اليوم فأنشأوا حكومة دولة الإمارات مجالس الشباب اللي نحن اليوم أعضاء موجودين فيها. مجالس الشباب هي عبارة عن إنها
برنامج لرعاية القيادات الشابة للعمل بقرب مع القيادات في الدولة على اتخاذ القرارات ووضع السياسات وتطوير المشاريع. وتم تشكيل 5 مجالس رئيسية، منها المجالس المحلية، المجالس المؤسسية، الوزارية، العالمية، وأيضا مجلس الإمارات للشباب. في عام 2018 تم تأسيس المؤسسة الاتحادية للشباب، طبعا هي مبادرة أنشؤوها تحت قيادة معالي شمة المزروعي لتطوير البيئة المثلى لاحتضان عندنا الشباب اليوم في المجتمع. وهي أيضا تعمل على إدارة جميع مجالس الشباب ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أن نحط نحن مجالس للشباب ونحط فيها مختلف المبادرات والمشاريع. مشكورة يا أختي وضحة على هذا الشرح الوافي، وأتوقع أن حين الشباب عندهم خبرة أكثر كيف بدأ تركيز قطاع الشباب من بداية القائد المؤسس رحمة الله عليه، ومن بعدها شيوخنا الله يطول بعمارهم، ومن بعدها تعيين الوزيرة شمة والمؤسسة الاتحادية للشباب، وتشوفون الحين ثمرة الإنجاز هذا اللي هي المجالس الشبابية. ننتقل للسؤال الثالث واللي هو بعد مرتبط بالتسلسل اللي الحين نحن جالسين نشرح لكم كيف بدت هذه المنظومة. فإذا ممكن تخبرني أخوي عبد الله على الأجندة الوطنية للشباب، وشو هو بالضبط دور المجالس المحلية في تمكين شباب الإمارات؟ طول عمرك أخت فاطمة وشباب بشكل عام. نحن المجالس المحلية نعمل بناء على الأجندة الوطنية للشباب، والأجندة الوطنية تنتج تحتها 5 محاور. المحور الأول هو التعليم والمهارات والمواهب، عندنا بعد طول عمركم اللي هو الصحة النفسية، الصحة والسلامة، عندنا بعد المسؤولية والأسرة، وبعد عندنا المواطنة والعمل وريادة الأعمال. فكل محور يندرج تحته بعض من الأولويات. فعندنا مثلا في التعليم والمهارات هو الوعي الوظيفي، كيف الشخص من وقت مبكر أنه يكون عنده وعي وظيفي في دخوله في مجال الوظيفة. وبعد عندنا هو الاستعداد للمستقبل، اللي هو عندنا الاستعداد للويب 3، توعية الشباب في الميتافيرس والتوعية في العملات الرقمية. وعندنا في المحور الثاني اللي هو العمل وريادة الأعمال، التوظيف في القطاع الخاص، توعية الشباب على مجال القطاع الخاص ومجال التنافسية بشكل عام، وريادة الأعمال، توعيتهم في ريادة الأعمال والاستعداد وتطوير رواد الأعمال الموجودين حاليا. عندنا في الصحة والسلامة اهتمينا في الصحة النفسية والصحة الغذائية. أما بالنسبة للمحور المسؤولية والأسرة، اهتمينا على تطوير الادخار، بعض من ضمن الأولويات هو تطوير الادخار أو توعية بالادخار، بالإضافة إلى التماسك الأسري. وبالنسبة للمواطنة، فاهتمينا في مشاركة الشباب في المحافل الخارجية والدولية، بالإضافة إلى إشراك الشباب حتى وصلنا يعني ضمن أولوياتنا الاهتمام للمناطق البعيدة في كل إمارة من الإمارات الموجودة. هذا بشكل عام. وحاليا نحن كأعضاء مجلس العين للشباب نشتغل على عمل مبادرات ومشاريع تصب كلها على هذه المحاور اللي تم ذكرها. حياكم الله. أتوقع رديت عليك. يعطيك العافية أخويا عبد الله. نحن الحين شرحنا لكم شو هو دور المجالس المحلية، وكيف نحن نوائم مشاريعنا ومبادراتنا مع الأجندة الوطنية للشباب. فحابة أعرف أكثر أختي وضحة، أو ممكن توضحين لشبابنا الموجودين معانا اليوم، شو بالضبط دور مجلس العين للشباب، وشو الهدف من تكوينه في منطقة العين؟ أكيد طبعا، نفس ما ذكر أخوي عبد الله، نحن عندنا مجالس محلية على نطاق كل إمارة. بالنسبة لمجلس العين يعتبر مجلس فرعي تابع للمجلس المحلي لإمارة أبوظبي، نحن مختصين أكثر بشباب مدينة العين واحتياجاتهم، بينما مجلس أبوظبي على نطاق إمارة أبوظبي بشكل عام. فنحن دورنا اليوم كأعضاء مجلس العين أو كمجلس العين أن نوصل احتياجاتكم واقتراحاتكم والأشياء اللي حابين تسوونها للقادة، بالإضافة إلى أن نحن نشتغل على مبادرات ومشاريع تتوائم مع الأجندة الوطنية والمحاور لقطاع الشباب ومنظومة الشباب في الدولة. بعد ممكن نوفر نحن برامج تدريبية ورش عمل وبرامج ومحاضرات أيضا لخدمة الشباب في العين. مشكورة أختي وضحة. إذا ممكن تكمل على أختي وضحة أخويا سيف، شو هي الإنجازات اللي حظى بها المجلس إلى الآن؟ كيف ممكن تخبر شبابنا
عن الجهود المبذولة، ممكن نقول خلف الكواليس الجهود اللي يبذلها أعضاء الفريق حق يطلع مجلس العين بأفضل صورة، وممكن أنه يخدم شباب العين في تمكينهم وتأهيلهم. تفضل. أول شيء أنا بميز ما بين نوعين من الإنجازات ذكرت أختي واضحة بعضهن. إحنا عندنا مبادرات ومشاريع، الفرق بينهن أن المبادرات تكون قصيرة الأمد وتكون بناء على احتياج معين عند الشباب أو بالتزامن مع أيام وطنية أو مناسبات عالمية مثل يوم الصحة العالمي أو اليوم الوطني وما إلى ذلك. أما المشاريع تكون أشياء طويلة الأمد ولها استدامة أكثر، ونتوقع أو يعني نتمنى أن نلقى لهن بالعادة جهات تحتضنهن على أساس أن يكون في استمرارية في هذه المشاريع، ما تكون بس مربوطة بمجلس العين في دورته الحالية بل أنها تكمل. المشاريع والمبادرات تندرج تحت المحاور اللي ذكرها أخوي عبد الله، ولكنها ملخصة إلى ثلاث محاور في مجلس أبو ظبي للشباب اللي هو مجلس العين يعتبر فرع منه. وهذه المحاور هي محور التضمين والدمج، والمسؤول عن المواطنة والمشاركة المجتمعية، جودة الحياة والصحة النفسية واللي هو مسؤول عن الأسرة والصحة والسلامة، ومحور التوظيف والتمكين واللي مسؤول عن إتاحة الفرص للشباب للتدريب أو حتى إذا كان في فرص عمل إن شاء الله في المستقبل تحت هذا المحور. أنا راح أعطي أمثلة على يعني على مبادرة ومشروع تحت كل من المحاور. عندنا في المحور الأول التضمين والدمج مبادرة استبيان الشباب اللي هي مرة واحدة تم جمع آراء الشباب والتحديات اللي يواجهونها، وإن شاء الله أنه يكون لنا استبيان ثاني نقارن مثلا في فترة أو بداية دورتنا وفي مستهل دورتنا، ونشوف شو الأشياء اللي قدرنا نعالجها وشو الأشياء اللي لازلنا نحتاج نعالجها إن شاء الله. طبعا هذا الاستبيان مخصص فقط لشباب مدينة العين. صحيح. ومشروع التضمين والدمج هو مشروع منصة السفراء اللي نشوف اليوم منهم حضور عندنا اليوم. منصة السفراء بتكلم عنها إن شاء الله أختي واضحة. المحور الثاني جودة الحياة والصحة النفسية، عندنا مبادرة ساعة مع الشباب واللي هي بالتعاون مع ديوان رئاسة، وعندنا مشروع مجتمعات شبابية. ومحور التوظيف والتمكين عندنا مبادرة المرشد السياحي وكذلك مشروع الويب 3. يعطيك العافية أخوي سيف، وممكن أضيف نقطة لمحور التضمين والدمج مثل ما ذكرت عن مشروع منصة سفراء مجلس العين للشباب، ممكن نتطرق لها أكثر بتفاصيل أكثر في المحور الثاني، ولكن حبيت أذكر أن هذا كان إنجاز بحد ذاته لمجلس العين للشباب، وحالياً ما يقارب عندنا مسجلين في هذه المنصة 200 شاب وشابة من مدينة العين، ونحن فخورين فيهم، وحالياً نحاول نأسس الفرق على حسب نقاط قوتهم على حسب ميولهم وين يقدرون يشتغلون معانا في مشاريعنا القادمة واللي حالياً نعمل عليها. حالياً نحن انتهينا من المحور الأول وبننتقل معاكم للمحور الثاني حق نسلط الضوء على تجربتهم الشخصية في التطوع في مجال الشباب. للعلم إذا ما كنتوا تعرفون، ترى العمل في قطاع الشباب يعتبر تطوعي إضافة لعملهم في القطاع الحكومي أو الخاص، فهذا يعني يسمونه دبل وورك. فنحن فخورين فيكم، وصراحة نعرف الجهود اللي تقدمونها من ناحية تشتغلون في 8 ساعات ممكن نقول في عملكم، وبعدها تكملون الشغل لين الليل حق تقدمون أفضل ما يمكن لخدمة الشباب. يستاهلون شباب العين. يستاهلون شباب العين. ف
فالحين نبى نعرف دوركم، كل واحد منكم شو دوره في المجلس، وشو هي المشاريع اللي يعمل عليها في مجلس العين للشباب، ومن ناحية كيف تنقلون خبراتكم الشخصية لشباب العين. إذا ممكن نبدأ، منو حاب يبدأ؟ تبدأ عندك أبو محمد. مرة أنت يمين. صراحة بالنسبة لتجربتنا نحن في مجلس شباب العين كعضو من أعضاء المجلس، الحمد لله في خبرة تم بناءً لما تم اختيارنا نحن في مجلس شباب العين كعضو، تم عمل مقابلات وبناء عليها تم معرفة الخبرات الموجودة عندنا. فالحمد لله كنت أنا فتحت 7 مشاريع تقريبا في السابق، وأول مشروع كان لي في 2014 وعضو في جمعية رواد الأعمال، فحبيت أني أنقل هذه الخبرة لشباب العين بشكل عام. فحاليا نحن على صدد يعني أو في أثناء في فترة دراسة حاضنة ابتكار لرواد الأعمال، لاحظنا في كثير من المشاريع اللي تطلق عندنا في العين أن كثير من المشاريع يكون عند الشخص هذا عبارة عن فكرة، ولكن يوم يبدأ وهو يشوف في البداية أن عنده إمكانية فنية، يوم يبدأ المشروع يواجه كثير من المشاكل تؤدي إلى إغلاق المشروع هذا. فمن ضمن الأمور هذه هو قلة المعرفة اللي تكون عنده، المعرفة قلنا الفنية مثلا عنده إشكالية مثلا في دراسة الجدوى أو إدارة المالية أو إدارة المخزون أو التسويق أو التوظيف. هذه أمور نسميها ممكن تكون إدارية أكثر من ما تكون فنية عند الشخص. فكثير نسمع شخص قال أنا أوكي شاطر في الكوفي، فيوم يفتح الكوفي هو في بيت عنده مكينة، لكن يوم بدأ المكينة دخل في المجالات اللي ذكرتها توا فسكر مشروعه. فالحاضنة شو عملها؟ هي تعطي معرفة لرواد الأعمال، أو حتى من بداية الفكرة يتم دعم رواد الأعمال إلى أن يتم إطلاق المشروع. فأنا الحمد لله يعني مهتمين في هذا المجال، ومثل ما تقولون تم نقل يعني نحاول ننقل كثر ما نقدر خبراتنا إلى شباب العين بشكل عام. فجزاك الله خير أخت فاطمة. الله يقدرك يا أخوي عبد الله على نقل معرفتك إن شاء الله، ويستفيدون منك الشباب في مجال ريادة الأعمال. ننتقل لك أختي واضحة، خبرينا أكثر شو دورك بالضبط، وكيف قدرتي تنقلين مهاراتك وكونك طالبة ترجمة في جامعة الإمارات؟ أكيد طبعاً. أول شيء نفس ما ذكرت فاطمة، كوني طالبة كان الوضع شوي مختلف يعني، فكنت أفكر خلال وأنا طالبة شو الشيء اللي ممكن أنا أقدمه للمجلس، أو شو المشروع اللي أنا ممكن أركز عليه. في كوني كطالبة ترجمة طبعاً عندنا لازم تدرسون لغات، فأنا كنت مختارة اللغة الألمانية، فكنت عضو فعال في نادي اللغة الألمانية ونادي الترجمة نفسه، حيث يوفر لنا هذا النادي الفرص على الالتقاء بالسفير الألماني في دولة الإمارات واجتمعنا معه وبعض المقترحات وغيرها، بالإضافة إلى عملنا في نادي الترجمة على مبادرات تخص المترجمين في دولة الإمارات وذلك لقلة عددهم. فأول شيء وأول فكرة جت في بالي يوم دخلت المجلس يعني كنت أقول ليش ما عندنا أندية ثانية؟ ليش بس عندنا نادي ترجمة؟ ليش عندنا بس نادي لغة ألمانية؟ بمعنى إذا أنت اليوم تحب ترسم، تبى حد يحب يرسم وينقلك خبراته، وين بتلقى هالشيء؟ ممكن في الجامعة سهل إن تدور، بس عن نطاق مدينة العين بيكون صعب. نبى نستفيد من خبرات بعض، نبى نسوي مبادرات وأعمال ومشاريع تخدم الناس الغير بعد. ففي شهر فبراير الماضي فكرنا في هذا الموضوع وسوينا مبادرة تحت عنوان واحة الفنون. فكان أول شيء مبادرة لدعم الفنانين والرسامين عندنا في مدينة العين، كانت في محمية البطحة، ما أعرف إذا حد منكم حضر. حضرتي؟ كان صيتها وايد عالي الصراحة، وكانت بحضور الشيخ دكتور سالم بركات العامري، وكانت أول مبادرة نحن نطلقها من تم أطلاق مجلسنا، وكانت نجاح باهر ممكن أقول بفضل أفكارك ما شاء الله عليك واضحة. أكيد فلاقت استحسان كبير من شباب مدينة العين، لأن كان فيها معرض لرسوماتهم، فعرضنا نحن كل رسومات شباب مدينة العين بطريقة جدا جميلة في محمية البطحة. سوينا جلسة وحلقة نقاشية مع الشيخ سالم بالركاض، وتناقشنا فيها عن طموحاتهم وكيف ممكن نحن نوسع العمل لاحتضان مشاريعهم ومبادراتهم. بعدها سوينا فكرة عن نطاق أكبر شوي، قلنا لا ما بنوقف عن نطاق الرسم والفنانين، ليش ما نشوفها عن نطاق أكبر، عن نطاق العزف، الموسيقى، الشعر،
تنسيق الزهور، فسوينا ملتقى تحت عنوان شبابنا غير. طبعا الحضور كان يعني عدد جدا جدا مهول. اذا فاطمه تذكرين العدد، اتوقع في التسجيل الرابط قبل الفعاليه كان فوق ال 250 تسجيل، وهذا يعتبر اقبال كبير ونجاح حقنا، لان في مدينه العين شوي عندنا تحديات من ناحيه ان نحن نحاول نكسب ونجيب الشباب في مكان واحد، وان شاء الله تكون لنا انجازات اكبر واعداد اكبر، 400 500 ان شاء الله في المستقبل القريب. فكان برنامج متكامل بالتعاون مع مكتبه زايد المركزيه، حضروا اول شيء مبادره رياده الاعمال مع عبد الله الدرعي، ومن بعدها ايضا كان في شعر، في كان عزف مع سيف العلي سووا، وبعدين وزعنا نحن عندنا الاودينس او الجمهور على عده ورش واستمتعوا فيها. كانت ورشه الرسم على القهوه، ورشه تنسيق الزهور، ورشه الرسم الديجيتال، وحتى انواع الرسم الاخرى. فبعدها جلسنا نفكر لا، نحن بنوسع النطاق اكبر واكبر، مش عن نطاق مدينه العين بس، نباع عماره ابو ظبي كلها. واشتغلنا مع مجلس ابو ظبي والظفره ان نسوي مشروع تحت مسمى المجتمعات الشبابيه، فبتكون في منصه رقميه تقدرون تسجلون من خلالها وتشتركون في الانديه اللي انتم حابينها، بالاضافه الى تطلعون على اخر المبادرات والفعاليات في هذا المجال. ونحن ان شاء الله في صدد اطلاق هذا المشروع قريبا إن شاء الله، ومتحمسين لهذه المجتمعات الشبابية، وممكن بعد نحن كأعضاء نشارك فيها على حسب هوايات كل شخص منا، وممكن تكون هذه المجتمعات مستدامة حتى بعد عضوية مجلس العين إن شاء الله. أنا عاد في يمكن 10 أشخاص في الجمهور شافوني أعزف في الإنستغرام يوم صورتني الأخت نورة، ويظنون أني أنا خبير في العزف، لكن هو في الحقيقة يعني أي عازف بيانو يعرف اللي أنا سويته يعني شيء بدائي، بس مع هذا بكون في النادي الشبابي للموسيقى إن شاء الله. إن شاء الله. زين أخويا سيف، خبرنا عن دورك والمشاريع اللي أنت تعمل عليها، ومن ناحية نقل خبرتك الشخصية، لأن معروف أنت في شغفك في مجال التكنولوجيا، وإذا ما تعرفون ترى سيف عنده قناة يوتيوب يتكلم فيها عن الويب 3 والبلوك تشين، فخبرنا أكثر عن خبرتك هذه وكيف ممكن تنقلها لشباب مدينة العين. في الحقيقة أنا أريد أبدأ بني أقول أني فخور كوني من فريق عمل موجودين فيه أعضاء الصراحة تعلمت منهم الكثير، وأتمنى إن شاء الله أنهم يكونون تعلموا ولو 10% من اللي تعلمته منهم. أنا عندي شغف في التكنولوجيا بشكل عام، ومن فترة يعني كان موضوع العملات الرقمية ماخذ صدى كبير، وتحمست للموضوع وبديت في قناة اليوتيوب، وكان الأخ مايد البلوشي في المجلس قال لي نبي نشوف كيف ندمج الفكرة هاي مع المجلس. سبحان الله دارت الأيام إلين صرت أنا موجود في المجلس ومسؤول عن برنامج الويب 3 في المجلس. إحنا من يومين الحمد لله كانت عندنا معالي الوزيرة شمل مزروعي والشيخ المعلى بن أحمد المعلى، وأطلقنا مبادرة ويب 3 أو مشروع ويب 3، لأن مثل ما قلنا المبادرة المرة واحدة، لكن لا هذا إن شاء الله مشروع إن شاء الله راح يكون مستدام، وراح يكون في المشروع هذا لأن ذكرناه تحت محور التوظيف والتمكين، راح يكون إن شاء الله في فرص تدريبية في منصات تداول العملات الرقمية عالمية وفي شركات متعلقة بهذا المجال على مستوى كبير إن شاء الله. إن شاء الله. ذكرت في جوابك أن أنت تعلمت الكثير، ممكن تخبرنا شو هي المهارات اللي اكتسبتها خلال فترة التطوع في هذا المجال؟ أكيد أكيد. بصراحة أنا قبل ما أدخل المجلس كان عندي خبرة بسيطة في جانب كيف أني أقرأ استراتيجية وأضطر أحولها إلى أشياء عملية وملموسة ومبادرات ومشاريع لتلبي الاستراتيجية هذه. فأعتقد إذا بقول نقطة أساسية تعلمتها في المجلس هي نقطة تحويل الاستراتيجية إلى التنفيذ، إلى المستوى التنفيذي. ممتاز. وبالنسبة لأختي واضحة، شو تحسين المهارات المكتسبة
طبعا بديتي من نقول ممكن من شهر 11 تم تعيين مجلس أعضاء مجلس العين للشباب. فخلال هذه الفترة الأشهر تقريبا مدة سنة، ممكن تفيدينا أكثر وتخبرين الشباب شو اللي استفدتي؟ أكيد طبعاً. أول شيء نفس أنتم ما تعرفون ذكرنا سابقاً أني أنا طالبة، فكان الإكسبوجر يعني أكثر شيء من حق طلبة الجامعات، دكتوري في الجامعة، البنات اللي أدرس معاهم وبس. فكانت أكبر مشكلة ممكن تواجهني أن أنا ما درست حق امتحان فيزيكس باتشر، يعني ما كان في شيء مهم. يوم دخلنا المجلس عرفنا أن نحن نعمل على وضع استراتيجيات لدعم منظومة الشباب، فتعلمت أني أنا أول شيء كيف أخطط، كيف أحط هاي الاستراتيجيات والعمل لقيادة الفريق. فاشتغلت في مشاريع مع جهات كبيرة نفس ديوان الرئاسة لقيادة الفريق على عمل مشاريع كبيرة. وغير عن شيء بعد، كانت لي الفرصة أني أنا أعمل على الأعمال التطوعية وترسيخ قيمها في المجتمع. ممتاز. أنتوا إذا حين بتشوفون التسلسل اللي نحن نمشي عليه، نبي نوضح لكم أهمية انضمامكم لهذه المجالس، ونحاول نأسسكم حق تكونون أنتوا النخبة اللي بعدنا وتكملون هذا المسار. فإن شاء الله أنكم أنتوا تستفيدون من هذه الأسئلة، وإن شاء الله بنفتح نحن الحوار. بس أول بننتقل لأخوي عبد الله. ما شاء الله الأخ سيف ذكر والأخت وضحى ذكروا استفادة كبيرة من تجربة عضوية المجلس، لكن بالنسبة لي أنا صراحة كنت مهتم في نطاق ذو زاوية معينة اللي هي ريادة الأعمال، وكنت مهتم بعد أن ترى للعلم أنا موظف باحث استثمار في مكتب الاستثمار في هيئة الزراعة، فمركزين مثل ما تقولون على المواضيع اللي هي كلها استثمارات وريادة وإلى آخره. فلو سمعتم مثل ما ذكرنا الأجندة والمحاور الموجودة الوطنية للشباب هي متنوعة وتشمل الحياة ككل، عجلة الحياة تدار ككل، وتم التركيز على جميع المناطق أو مجالات. فمثلا دخلنا في الفنون وشفنا الفنون ما شاء الله ودركنا وصار عندنا مهارات في التركيز في ذوقيات المجال الفني، وركزنا بعد على الأمور اللوجستية، بدينا نركز على أمور لوجستية، وكثير بعد ركزنا على مثل ما قال الأخ سيف اللي هي الأمور الاستراتيجية، كيف نقلك للأجندة من محاور إلى تضمين إلى تطوير بناء إلى صارت في اندماجات. فصار شيء صراحة الاستفادة أو النطاق اللي طلعنا هنا صرنا عندنا إلمام، وصار عندنا توافق مع الأجندة الموجودة سواء محليا من مكتب التنفيذي أو سواء من الاتحاديا. فصرنا عندنا نظرة أشمل، وأنا أتمنى أن النظرة هاي تكون لجميع الشباب مش على الأعضاء فقط، ولكن مع وجودكم في الأعضاء راح تكونون أنتوا إسهامكم أكثر وأثركم راح يكون أثر واضح في هذه الأجندة. دامك ذكرت أبو سعيد أنت باحث استثمار، فأنا عاد خلاص لازم الحين أدخلك في العملات الرقمية والويب 3. طول عمرك الخبير عندنا ما شاء الله أبو محمد في مجال العملات الرقمية، لكن أنا في مشاريع الأكثر اللي هي الفيزيكال الموجودة في الواقع. لا بنغيرك ما يهمك. ممكن نحن بعد نحتاج كورسات في الاستثمار مع السفراء وشباب. إن شاء الله. إذا ممكن أخوي عبد الله تخبرنا عن الفرص المتاحة لشباب مدينة العين في حال كونهم انضموا للمجالس المحلية أو مجلس العين، شو هي الفرص اللي أنت استفدت منها خلال انضمامك في مجلس العين؟ بالنسبة لي صراحة انضمامي لمجلس العين صرت من الشباب، مثلا في كثير من الحلقات الشبابية يتم دعوتنا نحن كأعضاء مجلس العين أو المجالس المحلية ككل في فرص. من ضمن الفرص اللي تم ذكرها تم مقابلة سمو الشيخ سيف بن زايد في جلسة شبابية، قدرنا نلاقي المعالي شمه المزروعي ونسمع شو التوجهات شو مباشرة من قبلها. بعد من ضمن الفرص الموجودة عندنا أن إن شاء الله أنا باكر في تمثيل دولة الإمارات في المملكة المغربية في ملتقى الحضارات بتنظيم الأمم المتحدة. فالفرص الحمد لله كثيرة، وصراحة أنا أتمنى أن هذه الفرص تكون لجميعكم الحاضرين بإذن الله إذا تم انضمامكم في مجلس العين. ترى مخبرني أبو سعيد بعد ما اشترى الملابس كلها، إذا حد عنده مشروع بدلات وكذا مرة لا يخليه يروح. ما حد يخبر سيف، صح ما حد يخبر سيف بلوم. طبعا مثل ما ذكرت عن الفرص الموجودة من ناحية لقاء معالي
الوزيرة شمة أو الشيخ سيف، بس أحب أنوه عن نقطة أن نحن ممكن نحصل هذه الفرصة عشان نحن نوصل أصوات شباب العين أو أصوات شباب الإمارات لهم حق يساعدونا في حل التحديات اللي هي فوق نطاق المجالس. هذا هو يعني ملخص هذه الاجتماعات، تكون في أجندة معينة ومشاريع نشتغل عليها ونتكلم عن التحديات وكيف ممكن نحن نساهم ونتقدم كلنا مع بعض في خدمة الشباب. أختي وضحة، إذا ممكن تخبريني شو هي الفرص اللي تمت إتاحتها لك خلال هذه السنة، خبريهم أكثر، عرفيهم بالفرص المتميزة اللي كانت عندك. أبرز فرصة أقدر أقول عنها حتى ما أنسى التاريخ 2/8/22 كانت لقاء سيدي صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. كان اللقاء جدا مثمر لدرجة ما أنساها، كنت ما أريد أرمش أساس أنه ما أطول شيء. تكلم فيها كيف أن أنتم اليوم لازم تستثمرون في نفسكم، وقال كلمة، قال اليوم الدول ترى ما تطلع بالمال، واليوم الدول ما تستثمر، انت ما بتحط مبلغ وبتستثمر وبتطلع دولة ناجحة. في شيء يفرق بين الجيل الناجح والجيل غير الناجح، وقال ترى يوم تكون عندكم سرعة اتخاذ القرار وان انتم تختارون الدرب الصح وتكون عندكم رؤية صادقة وحكيمة، هني خلاص لازم تعرفون ان انتم سويتوا الواجب وان الدول تبنى بكوادر الشباب. طبعا بالنسبة للفرصة الثانية اللي بعد حظيت فيها خلال فترة عضويتي في المجلس، كانت مشاركتي في مملكة إسبانيا في لقاء دول الشباب الخليجي. كانت معي فاطمة الحلامي أيضا في تمثيل شباب الإمارات. كان عندنا معرض مشترك بين دول الخليج، عرضنا ثقافتنا ولاقت استحسان أيضا من الحكومة الإسبانية. كان عندنا برنامج وتطوع مع الطلاب من مختلف الجامعات الإسبانية، وأيضا برامج ولقاءات وحوارات معهم. يعطيك العافية أختي وضحة، وأتمنى أنها كانت استفادة كبيرة، ونعرف أنها كانت أول سفرة حقك بروحك، فهذا بروحه كان تحدي حق وضحة، وإن شاء الله أن تتيح لك فرص أكثر وتتميزين أكثر في مجال الشباب ومجال العمل. سيف، إذا بتخبرنا أكثر عن فرصك اللي تم إتاحتها لك، أو شو استفدت من منظومة الشباب؟ طبعا شو استفدت هذه يبالها جلسة ثانية إن شاء الله، لكن الفرص اللي أتاحت اللي انتيحت لي يعني هي الجلسة الحوارية مع الشيخ زايد، مع الشيخ سيف بن زايد عفوا، ولكن للأسف أنا كنت مسافر وقتها، واندعيت في مرتين ثانيات للسفر مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ولكن للأسف كذلك كان عندي التزامات ثانية. ولكن أنا أقول كنت محظوظ في 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 العمل مع فريق يعني ذات كفاءة عالية، وقدرت أني أتعلم منهم، فهذا بحد ذاته أنا شخصيا أعتبره إنجاز كبير. أنا أتوقع هذه الفرص اللي انذكرت هني هي عبارة عن ممكن يعكس دعم وزارة الثقافة والشباب والمؤسسة في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، وأيضا هذه أصلا من رؤى القيادة في تمكين الشباب مثل ما ذكرنا في المحور الأول. أوكي، الحين أخواني إذا ممكن تخبرون شبابنا كيف ممكن يقدرون يعرفون فعاليات وأنشطة العين؟ طبعا إحنا عندنا منصة على التليجرام انشر فيها مبادرات المجلس وكذلك الفعاليات المختلفة، وعندنا إيميل ورقم تواصل خاص بالمجلس، نتمنى يعني أنكم تواصلون معنا في حال عندكم أفكار أو كذلك حابين تشاركون يعني في الفعاليات والمبادرات، بالإضافة إلى الرابط اللي على اليمين الباركود اللي هو للتسجيل في منصة سفراء العين. طبعا منصة السفراء في عدة من السفراء النشيطين معنا في المجلس قابلوا الوزيرة من يومين وعرفوا بأنفسهم، وصراحة يعني إذا بقول أكثر شيء اهتمت فيه الوزيرة يوم زارتنا هو مشروع سفراء المجلس والسفراء نفسهم. ومعلومة جانبية، أنا كنت سفير في مجلس العين الشباب وإلى أن صرت عضو في المجلس، فبالتالي أنت كونك سفير اتيح لك العضوية هاي في مجلس السفراء فرص كثيرة. من فترة كان في يو أن كافيه
أنا صراحة ما عندي معلومات عنه، إذا تخبرين عنه فاطمة. اليو إن كافيه هو مكتب الأمم المتحدة اللي في أبوظبي، كان موجه فعالية لشباب الإمارات يعرفهم بأهداف التنمية المستدامة، بمنظومة الأمم المتحدة وعملها من ناحية حقوق الإنسان، من ناحية الرعاية الصحية والأمور المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. فطلع وفد من العين بتمثيل، كان معاهم المنسق العام من مجلس العين، وكان موجودين سفراء مجلس العين. أتوقع زينب كنتي معاهم، زينب من المتميزين في منصة سفراء مجلس العين، واستفادوا الكثير من هذه الفرصة، وأكيد أن بتي فرص قادمة أكثر. وبالعكس أنا أشوف منصة سفراء تخلي الشباب العين يشتغلون معانا عن قرب ويتعلمون منا أكثر ويستفيدون من ناحية صياغة الاستراتيجيات، عمل المبادرات، يعرفون يخططون، فبالتالي يكونون أكثر متهيئين أنهم يرشحون نفسهم للدورات القادمة، ويكون عندهم ممكن نقول البوست، أو يكون عندهم أكثر يعني امتيازات أنهم يتأهلون ويتم اختيارهم. فنتمنى من الجميع إذا حابين تنضمون، الباركود اللي هو في جهة اليمين، والتليجرام هو لمعرفة نشاطات مجلس العين، وتحت اللي هو التواصل مع فريق مجلس العين. أخويا سيف، كلمة أخيرة توجهونها للشباب. الحقيقة أنا يعني فخور أولا كوني من شباب العين، وفخور بالشباب إن كان أعضاء المجلس أو حتى الشباب في المدينة اللي أعرفهم على المستوى الشخصي. الصراحة شباب طموح، وشباب بنقول عنده مهارات. يمكن أنا شخصيا التحدي اللي كان عندي ما أعرف أوجه مهاراتي، لكن الحمد لله أن مع الاختلاط مع المجموعات المختلفة من الشباب بديت أعرف كيف أوجه مهاراتي، أنا شو مهاراتي، وين مطلوبة، وكيف أقدر أفيد غيري فيها. فيعني كلامي للشباب هو أن keep it up. بصراحة إحنا نقول إن شاء الله أن مدينة العين بشبابها راح تكون في مكان متقدم إن شاء الله خلال السنة القادمة إن شاء الله. ونحن من منصة سفراء اكتشفنا مواهب كثيرة في شباب مدينة العين، من ناحية لغات، اللغة الصينية ومختلف اللغات، من ناحية الموهوبين في العزف والرسم والتصوير، وكثير منهم مبدع حتى في مجال العمل. فنتمنى أن نوصل لأكبر عدد ممكن من شباب العين حق نستثمر فيكم إن شاء الله، وتكونون معانا وتشتغلون معانا. واضحة كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة بقولها أن لازم الإنسان يثق في نفسه دائماً. نحن نقول never underestimate yourself، لأن صدق ممكن تتوقعون أن أنا ممكن أنقبل في هذه الفرصة أو في هذا العمل 1%، بس هال1% ترى يصير. وأنا أقول لكم عن تجربة، أنا ما توقعت أني أنا أكون اليوم بينكم، أكون في عضو في مجلس العين للشباب. فبالعكس لازم تثقون في أعماركم اليوم، ونفس ما قال الشيخ محمد بن زايد في لقائنا آخر مرة، قال إن عساس تحددون أنتوا شو تبون وتكون عندكم رؤية واضحة وتوصلون للشيء اللي تبونه في عوامل مهمة، من أهمها ذكر التعليم. وأنا أقول لكم التعليم ثم التعليم ثم التعليم، حاولوا قد ما تقدرون تتعلمون ثم العمل، مش بس تشتغلون على شيء معين تقولون لا ما بنطبق، لا طبقوا وتغلطون وبتتعلمون مرة ثانية. فهاي النصيحة اللي بعطيكم. ودام إن عمرك قريب من عمر الوزيرة يوم تعينت، نقول إن شاء الله خلال فترة قريبة نشوفك وزيرة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. تفضل عبد الله. طول عمرك شيخ فاطمة. بالنسبة لي أنا أول ما اشتركت، أول ما صرت عضو في مجلس العين، كنت ما عندي إلمام بكمية المواهب الموجودة في العين صراحة. ما شاء الله يوم دخلنا وشفنا القوائم الموجودة عندنا، وما شاء الله وكثرت اللي نسبع بكل ما الوقت، كل ما شفنا مواهب أكبر وأكبر. فكمية المواهب كمية غير طبيعية تبارك الله، لكن تحتاج لها إبراز. فما مجلس العين للشباب حاليا نسعى لإبراز جميع هذه المواهب عن طريق المجمعات الشبابية أو عن طريق الفعاليات، وأي وصول أو أي فعالية يكون فيها أحد من أصحاب القرار يتم عرض إنجازات الشباب العين ككل.
أنا عندي يقين أن نحن في قوة عندنا كبيرة، لكن الشباب يحتاجون لهم استثمار وإبراز، بعضهم يحتاجون إبراز والبعض يحتاج له مثل تطوير أو إرشادات بسيطة تخلي يوصل. نحن عندنا قوة كبيرة، فالنفط يعني الاستثمار عندنا في الشباب ما في مقارنة باستثمار أي شيء في أي دولة في الدول للتقدم. فأتمنى وجودكم هني راح يساعدنا في الانتشار والوصول لشباب العين، فأتمنى التسويق يكون من قبلكم، لأن تسويقكم ممكن يكون له أثر كبير ونفع للمجتمع. فشاكرين لكم، جزاكم الله خير. يعطيكم العافية على هذه الإضافات المتميزة أخواني، كانت جلسة نقاش مثمرة، أنا أشوفها ما أعرف إذا تأيدوني. وقبل لا نختتم الجلسة أتوقع عندنا 5 دقائق حق الأسئلة، إذا في عندكم أي أسئلة تستفسرون منا من الأعضاء تفضلوا. ما أعرف إذا في مايك. السلام عليكم، مشكورين أول شيء على الجلسة الطيبة هذه، استفدنا منكم وتعلمنا منكم، الأخت فاطمة والأخو سيف. نعم سيف صحيح. والأخت وضحى والأخو عبد الله، ما قصرتوا بيض الله ويوكم. سؤالي موجه للأخت فاطمة رئيس مجلس الشباب، سمعنا من أخواني الشباب لكن ما سمعنا منك، شو التحدي نقدر نقول أبرز تحدي واجهتيه خلال رحلتك كرئيس مجلس الشباب، وشو النصيحة اللي توجهينها للشباب اللي في فئتنا العمرية واللي كنت تتمنين حد نصحت إياها يوم كنت في عمرنا؟ مشكورين ما قصرتوا. يعطيك العافية على هذا السؤال، وسؤال جدا مهم، وممكن غيرك بعد يستفيد من الجواب. أتوقع أكبر تحدي كوني كرئيس مجلس العين للشباب هو الموازنة، تعرف متى ترخي، تعرف متى تشد، تعرف كيف تستوعب كل الشخصيات، تعرف كيف تمتص الناس، تحاول تتكلم بأسلوب مع كل شخص، يتماشى مع كل شخص أسلوب معين، تحاول تكون وايد مرن فليكسبل. ممكن بعد نقول أن لا تأخذ الأمور أبدا شخصية، فرق بين المهنية والشخصية، لأن يمكن الأعضاء ما يقصدون شيء، يمكن تكون يعني نيتهم طيبة بس ما عندهم طريقة أو أسلوب مثلا خانهم التعبير. فيعني أنا اللي أنصحك فيه دائما step back، عط نفسك 10 دقائق 5 دقائق، لا تتسرع في الرد على اللي معاك، وحاول دائما تفكر بحكمة وتكون متزن هادي، وبعد اسمع لهم، خلك good listener واسمع لهم وشوفهم شو يبون، لأن الفريق أنت تمشي معاهم يرفعونك وأنت ترفعهم، كون معاهم قريب، ساندهم، حاول تفهمهم، شوف الجانب الشخصي بعد، يعني مش بس تشتغل معاهم من جانب العمل، خلك قريب منهم، لأن هذا وايد يلعب دور. تعرف في لازم الواحد يوازن بين العمل وحياته الشخصية، فأنت ما تعرف ظروف الشخص، خاصة أنهم أغلبهم موظفين، فلازم أنت بعد تتفهم لهذا الموضوع، يكون في flexibility من ناحية deadlines، ما يكون في ضغط كبير عليهم، وفي النهاية هذا يعني عمل تطوعي، فلازم كلنا نكون إيد وحدة وكلها في النهاية هدف واحد اللي هو خدمة الشباب. أثرت هذا كله تسوينا فاطمة وإحنا ما ندري بك يا حليلك يا فاطمة. احنا بقولنا الامور طيبه. لا الله يعينك. لا هو يحتاج جهد كبير ويحتاج حكمه مثل ما قلت. وانا اشوف ابو عبد الله عندنا رئيس مجلس الشباب طاقه، اشوفه موافقنك الراي، شكله بعد عنده تحديات في المجلس. هي لازم الواحد يكون مرن، وبالعكس نحن بعد نتعلم، بالعكس دائما نتعلم، يكون في ترايل اند ايرور، اهم شيء ان نستمع لبعض ونكون ايد وحده ونحاول نتغاضى ونفهم بعض. وساعات كانت تصير مواقف ان انا عندي راي والفريق مخالف للراي، ولكن انا ارجع عن رايي واتفق معاهم حتى لو انا مثلا عندي تصور ثاني، وبالعكس هذا في النهايه يخدم الفريق ويزيد من انتاجيه الفريق ويكون في اتفاق وانسجام اكثر. ان شاء الله يكون اجابه وافقه يعني تكون. سؤال ثاني من هالطرف، البنات اي حد عنده سؤال؟ السلام عليكم. هني ضيف ضيف يعني
شيء طيب. دخلت الإمارات أخوكم في الله الدكتور جمال منصور. ونعم. دكتوراه عين شمس والباحث في القراءة والمترجم الفوري. وأنا سعدت بهذا اللقاء الطيب. هذا مجالس طيبة. وندعو لسيدي الشيخ محمد بن زايد أن يطول عمره أبو خالد وينصر عيني عادين. هو بس فينا زايد الله يرحمه حب القراءة وحب التعليم. وبالفرصة أقول لكم أنا باحث في القراءة ودرست سنة 84 في العين وضيف على هذه الدولة حتى هذه اللحظة. أنت من أهل الدولة الله يطول عمرك. شوف الكرم، ضيف. شوف الكرم الرباني لبلاد الأخرى. المعارض خلاص الإعارة ما تبغى تستنى في المطار يديه مع السلامة أروح. هنا بلاد المضياف من 84 داخل معاه البكالوريوس بس ألا مع دكتور عين شمس وباحث في القراءة والمترجم الفوري وترجمت دورات في الشرطة في أبو ظبي وهنا في الفنادق إن شاء الله. وهذه الدورات طيبة تذكرنا بسيدي الله يرحمه الشيخ زايد. بس فينا حب الناس وحب التعليم وحب القراءة كما من مقولاته أيضا الاستثمار في الشباب. الشباب هم عماد الأمة. الشباب المتعلم، الشباب الكادح، الشباب الكادح اللي يعرف المسؤولية. ما الشباب يقضي وقته على الكافيه وسايب البيت وسايب حرمته وسايب دراسته ويقضي على الكافيه. شو سوي لك الكافيه؟ الكافيه هو النقد عليك. ايوه ما ينفعش. لا لا في وقت كسر. في وقت حق الشغل ووقت حق الكافيه كلها له وقته. لا وسايب حرمته هناك عايز تقعد معاه. عيب حرام عليها اخي. يقول صلى الله عليه وسلم لبدنك عليك حق ونفسك عليك حق فاعطي كل ذاك حق حقه. صحيح. كنت فين مع رابعي وسايب حرمته غضبان عند امها. بأي شرع هذا؟ وقول أنا مسلم ما يصير هذا كلام يا أخواني في الله. لا لا ما قصر. رفقا بالقوارير. مشكور مشكور الدكتور مشكور ما قصر. مشكور مشكور. يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أوصيكم بالنساء خيرا أوصيكم بالنساء خيرا فرقنا من ضلع أعوج إن قامته كسرته وتركت ضلع معوجا. فهي الحرمة تقبلها يا أخي تقبلها لك الأجر. مشكور يا دكتور مشكور ما قصرت. مشكور الله يطول عمرك. أصبح الحرمة الله يهديك. الله يحفظك. وشكرا. الله يحفظك. مشكور 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 دكتور مشكور. أنت منا وفينا يا دكتور ما قصرت على هذا. وعبد الله هني المايك هني. أتوقع في مداخلة من هني في النص. في بعد أتوقع في ورا حد من بعد يبا ثاني سيد. في إضافة؟ تفضلي. لا لا عادي. السلام عليكم يعطيكم العافية مشكورين ما قصرتوا. بس حبيت أسأل سؤال واحد اللي هو شو الفرق بين أنك أنت تكون عضو في مجلس الشباب وأنك أنت تكون سفير في مجلس الشباب؟ نوحة بيجاوب إلى جاوبكم. أنا بتكلم كوني أنا كنت سفير واليوم عضو. عضوية المجلس هي محصورة لسبع أعضاء وعليهم بقول مسؤولية أكبر. كونك تكون سفير مجلس هي مفتوحة للجميع. سفير المجلس عنده مسؤوليات ومهام تكاد تكون نفس مسؤوليات ومهام عضو المجلس، لكن سفير المجلس عنده حرية أكبر. مثلا يقدر يشارك يوم يبى ويشارك يوم ما يبى يشارك ما يشارك، لكن عضو المجلس ملزوم يشارك في كل وقت. سفير المجلس يحصل على فرص يعني يمكن عضو المجلس ما يحصلها، ويحصل على ساعات تطوعية. احنا عضو المجلس ما نحصل ساعات تطوعية، لكن السفير في حال مشاركته في مبادرات يحصل ساعات تطوعية volunteers.ae. ف يعني لو رجع بي الوقت يمكن ها والله هاي السفير مغري بعد خلاص ما نتخلى عن عقب ما شفنا المواهب. الله يطول عمرك. بس ممكن اضيف بعد نقطه على اخويا سيف اللي هو عضويه مجلس العين للشباب تعتبر مدتها سنتين، الترشح كل سنتين وتكون باداره المؤسسه الاتحاديه للشباب واللي هي تحت وزاره الثقافه والشباب ويكون بموافقه وتوقيع ومرسوم من معالي الوزيره شم المزروعي ويكون في مهام ويتم توقيع عقد مده سنتين انه يتم الالتزام بشروط معينه والالتزام خلال هذا السنتين في خدمه الشباب وفي كل المتطلبات من المؤسسه الاتحاديه للشباب. ومثل نحن ما تم تعييننا في تاريخ نوفمبر 2021 ف
فبيفتح باب الترشح لمجلس العين للدورة الثالثة في شهر 11/2023، يعني بعد سنة من اليوم من هالشهر يعني نقول. غير هذا بالنسبة للسفراء، نحن اللي نديرهم ونحن اللي خلقنا هذا البرنامج عشان نعطي الفرص لشباب مدينة العين، ونحن اللي سعينا واجتهدنا أن نحاول نوفر لهم هذه ساعات التطوعية حق يكون في مكافأة أو مثلاً شيء يقدر يمدهم بالطاقة أنهم يعطون في مجال الشباب. أما نحن يعتبر أكثر كواجب وطني وخدمة وطنية ومدتها سنتين، ومثل ما شرحنا لكم أن في فرص دولية ومحلية، مقابلة العديد من الخبراء في مجالات مختلفة. فهذا هو الفرق، إن شاء الله نكون وفينا وجاوبنا على سؤالك. هني يبين دور رئيس المجلس جواب رسمي، أما عضو المجلس جواب جواب رسمي. أنا جوابي ما اللي تقوله مش قدام الناس تقولها. بالعكس، حلو هذا التوازن في المجلس، وما شاء الله شفتوا الخبرات المختلفة في فريق العمل، وهذا يدل على نجاح المجلس وعلى أن في تنوع من ناحية المشاريع. ممكن آخر سؤال نخلي لك علي؟ اشتغلت. السلام عليكم. السلام. يعطيكم العافية. أخوكم علي عبد الله موظف في قطاع الطاقة، ومشكورين على الجلسة الرائعة هذه. اليوم إن شاء الله بسجل في سفراء مجلس العين إن شاء الله. تخربك أبو عبد الله. وتشرف أن يكون عضو من هالمنظومة الطيبة هذه. سؤالي، هل تم حصر أو وضع خارطة الطريق للمبادرات مجلس شباب العين؟ وهل تم هذا عن طريق جلسات عصف ذهني مع سفراء مدينة العين؟ أجاوب ولا؟ لا، هذا جواب حق من رئيس مجلس لرئيس مجلس هذا. إنزين، أوكي. نحن منذ إطلاق منصة سفراء مجلس العين عملنا برزة شبابية كانت في رمضان، وكانت أول جلسة مع عدد من السفراء وقت الكوفيد، فكانت شوي في عندنا شروط ومعايير من ناحية العدد، فبدينا معاهم وسمعنا للتحديات وعملنا عصف ذهني معاهم، وخذنا أهم النقاط المهمة وبنينا فيها مشاريعنا. وبعد في صدد أحيان نكبر الدائرة، ومثل ما قلنا نشتغل على الأفرقة من ناحية نقاط قوتهم وأن يشتغلون على كل مشروع، ونفهم منهم أكثر هم شو حابين يكون موجود في مدينة العين، ونفهم تحدياتهم أكثر لأن ممكن نحن ما نشوف كل الزوايا. وغير أن نستمع لهم من ناحية هذه الورش، عندنا الاستبيان اللي ذكره أخويا سيف، ممكن يكون على شكل دوري أو كل 6 شهور عشان نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من شباب العين. وإن شاء الله أن الله يقدرنا أن يعني نحاول نحل أكبر التحديات اللي موجودة، ونحن تركيزنا حالياً أكثر شيء على توفير مركز إبداعي في مدينة العين، مكان يحتضن المواهب، يحتضن شباب مدينة العين، من ناحية أنه يكون لهم مكان حق اجتماعاتهم، حق مشاريعهم، حتى حقنا نحن أن نجتمع مع السفراء ونعمل الفعاليات والأنشطة، كون أن مدينة العين ما فيها مواقع كثيرة أن نحن نقدر نسوي فيها فعاليات. فقبل يومين لما زارتنا معالي شمل وزيرة، وكانت أول زيارة لها في مدينة العين، كان من أهم الأمور أو المواضيع اللي نحن قمنا بطرحها هو المركز الإبداعي في العين حق شباب العين. فإن شاء الله أن نحن نتأمل أن خلال هالسنة أو السنة الجاية أن يكون في مركز شباب، إن شاء الله كلكم تقدرون تزورونه، ومو بشرط أن لازم تشتغلون معنا، بالعكس تقدرون أن أنتوا بنفسكم تعملون اجتماعاتكم، مشاريعكم، فعالياتكم، خاصة بعد اللي عندهم شهايد مدرب معتمد، نحن ممكن نستفيد بعد ونستثمر في هذه الطاقات ونوظفها في هذا المركز الإبداعي، بالعكس بيكون فرصة كبيرة للشباب. يعطيك العافية. جاوبت على السؤال ولا؟ مشكورين، يعطيكم العافية. أتوقع وصلنا لنهاية الجلسة، ومشكورين على حضوركم.